الأجهزة الطبية مع الدكتورة ليلى وجدي. النهاردة هنتكلم على اسم جهاز بيستعمله دكتور الأطفال أو دكتور الجهاز التنفسي اللي هو البالمونوجيست في العيادة بتاعته. الجهاز ده اسمه سبايرومتري. الجهاز ده هو جهاز يقيس التنفس، وده اختبار شائع يتم إجراءه في العيادات عشان نعرف مدى عمل الرئتين عن طريق إن أنا بقيس كمية الهواء في عملية الشهيق والزفير. وبيستخدم الجهاز ده لحالات تشخيص حالة الربو وحالات لا قدر الله تليف الرئتين وحالات الانسداد الربوي وبعض الحالات الأخرى اللي بتأثر على الجهاز التنفسي. وعن طريقه بقدر أميز هل المشكلة اللي موجودة عندي نتيجة لعملية الشهيق ولا عملية الزفير، وبالتالي بقدر أعرف هل هي نتيجة للجهاز العلوي التنفسي ولا الجهاز السفلي التنفسي. وعن طريقها الدكتور بيقدر يتولى ويشخص ويعمل العلاج مع حاجات أخرى. وأثناء ما بنعمل سبايرومتري أنا ممكن بعمل القياس المرة الأولانية بدون أدوية، وبعدين بدي الطفل أدوية استنشاء بياخدها، وبعدين أرجع عيد الاختبار مرة تانية ونشوف الفرق ما بينهم، هل تحسن أداء بتاع الطفل في معدل التنفس بتاعه ولا لأ. بناء على كده بيقدر نحط التشخيص الصح ونحط الخطة العلاجية الصح. وبرضو هرجع أقول هذا الجهاز غير مؤلم للطفل، لا يسبب لي أي إزعاج، لا يسبب لي أي ألم، وجهاز سهل جداً إن احنا نستعمله في العيادات والدكاترة كلها بتستعمله، عشان كده الأهل ما ينزعجوش أبداً منه لأنه هو فعلاً ما بيسببش ألم للطفل. وإحنا علينا إن احنا دايماً نناقش الطفل في المرحلة اللي هو هيخش عليها ونطمنه إن ما فيهاش أي ألم أو أي إحساس مزعج هو هيمر بيه. دمتم سالمين، ويا رب دايماً ولدنا في صحة وعافية وأحسن حال، ونراكم على خير بإذن الله. الأجهزة الطبية مع الدكتورة ليلى وجدي. إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.